كريم، الفرق ما بين اداء النادي الاهلي في اتحاد العاصمه والمصري؟ ده سؤال مهم جدا كابتن اسلام، لان حسيت كده ان في ان الناس قالت ان النادي الاهلي في ماتش اتحاد العاصمه لعب وحش، وطبعا هنا واضح جدا تاثر بالنتيجه. برافو عليك. احنا دايما بنتكلم او الناس بتطلب يا جماعه في تحليل المباريات يا ريت تحللوا لنا الاداء، ما تحللوش النتيجه، لان الاغلبيه بتحلل النتيجه. خسرت يبقى لعبت وحش، كسبت يبقى لعبت حلو، مش شرط. بس انا طلعت قلت كده، انا طلعت قلت انا شايف ان بعد المباراه ان احنا كنا تعال نقارن الشوط الثاني. اه تعال نقارن حتى الشوط الاول، الشوط الاول ما بين اتحاد العاصمه والشوط الاول النهارده النادي المصري. الشوطين متشابهين لاقصى درجه، الفرق فيهم حاجه واحده بس. واحد، انت جبت جول، انت كسرت التكتل الدفاعي بتاع المنافس بهدف، وكمان سيناريو الماتش ما مشيش مستفز ليك. بمعنى اللعيبه، معلش قبل ما هنا تكمل وهنا خلي بالك، ما هو احنا لازم نضع ان كره كهرباء او هدف كهرباء لو تم احتسابه كانت هتبقى النتيجه اشبه بالظبط احنا شفناه في النهارده. بالظبط، ضربه الجزاء كانت اتحسبت، ضربه الجزاء كانت اتحسبت. نقطه مهمه كمان، وهنا عشان كده بنقول، انا اسف، هنا بنقول الحكم كان له تاثير مباشر على هذه المباراه. اه، ولازم الناس تبقى فاهمه تماما ان مباريات حسم البطولات من مباراه واحده لا تتحمل اخطاء تحكيميه. يعني ماتش البطوله اللي انا ماتش الكاس من ماتش واحد ما يتحملش. صحيح، الدوري ممكن يتحمل، ماتش الفيرست ليج والسكند ليج الذهاب والاياب يتحمل، ده لا، لان اللعيب واحد بيتنرفز، اللعيب دايما بيحس ان الحكم مترصد له، كمان هو ممكن في لحظه يبقى عايز يحتاج يقول لك لا لا اسكت عشان النهارده ممكن الحكم ده يديني انذار او طرد. فانا بشوف لا، ببساطه لو قارنا مباراه الشوط الاول قدام اتحاد العاصمه والشوط الاول قدام النادي المصري متشابه للغايه، الفرق بس ان انت قدرت يعني تكسر التكتل الدفاعي بايه بقى؟ التسديدات من خارج منطقه الجزاء. النهارده سددنا كتير، ماتش اتحاد العاصمه ما كانش فيه محاولات تسديد كتير. والنقطه الثانيه هو استمرار ثنائيه رضا سليم وامام عاشور في الملعب لاطول وقت. ماتش اتحاد العاصمه لو نفتكر لما رضا سليم وامام عاشور خرجوا مع بعض اعتقد قبل الدقيقه 65 بدا لعب النادي الاهلي يتحول ساعتها الى الكرات الطوليه. النهارده طبعا مع اكيد مع حاله الطرد تعرض لها بهل المحمدي ادت مساحه للنادي الاهلي ان هو يستحوذ على نص الملعب، لكن الاستحواذ ده كان هو موجود بالظبط في الشوط الاول قدام اتحاد العاصمه. كنا بنشوف اربع لعيبه، ان رضا سليم عنده واحده من اهم النقط عند لاعب الجناح، وهو ان هو بيدخل لعمق الملعب وبيعمل دور صانع اللعب بشكل مميز للغايه. طول ما معاه امام عاشور بيقعدوا يعملوا شيفتنج، واحد يطلع على الخط وواحد يلعب جوه، لو التاني طلع على الخط التاني يخش يلعب، فانت دايما عندك اتنين بلاي ميكرز وهم كمان بينزلوا يستلموا الكوره من تحت بشكل مميز. هو ببساطه ده الفرق، النادي الاهلي ما لعبش ماتش وحش ده متحرص في وجهه نظري، ولكن الفرق بس ان سيناريو المباراه اتقفل معاك وانت كنت مضطر تلعب كرات طوليه وكرات عرضيه بنسبه كبيره في اخر المباراه عشان تقدر تتعادل، وده ساعتها يعني ربنا سبحانه وتعالى ما وفقناش فيه.